خلال دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس، حققت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب العديد من المنجزات القانونية والتشريعية التي تصب في تعزيز العمل القانوني والتشريعي بالمملكة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد عيسى عضو اللجنة. مرحبا بك معنا في هذه النشرة، وبداية ما هي أبرز منجزات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الرابع؟ أهلا ومرحبا فيكم، وشكرا لتسليطكم الضوء على أهم منجزات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. طبعا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي يعني تعتبر أم اللجان في المجلس، لأن جميع المواضيع المحالة إلى مجلس النواب تذهب أولا إلى لجنة الشؤون التشريعية، وبعد ذلك تذهب إلى اللجان الأخرى. لذلك يعني الأرقام كانت كبيرة في هذا الدور. كان هناك 115 تقرير مرفوع من اللجنة إلى هيئة المكتب، كان 167 موضوع أحيل للجان، واجتمعت اللجنة فيها 24 اجتماع طول دور الانعقاد الرابع. طبعا استطاعت اللجنة أن تنتهي من عدد كبير من القوانين، منها 10 مراسيم متعلقة باللجان الأخرى واللي ذهبت بصفة إخبار، وخمسة مراسيم بصفة أصلية لدى اللجنة. كان بصفة أصلية أيضا 11 مشروع بقانون انتهت من اللجنة، وثلاث قرارات لمجلس الشورى، و19 اقتراح بقانون، و15 اقتراح برغبة. بالنسبة للإخطارات كانت هناك 49 إخطار بالنسبة للمشاريع بقانون، ولقرارات مجلس الشورى كانت 14، و34 اقتراح بقانون. كانت نعم. هذه أهم الأمور اللي يعني كانت أو الأرقام التي طرحت في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لهذا الدور. نعم، بمواصلة الحديث عن المنجزات، كيف ساهمت منجزات اللجنة في تعزيز العمل التشريعي والقانوني بالمملكة سعادة النائب؟ بشكل عام اللجنة انتهت من يعني طوال الفصل التشريعي من العديد من القوانين والمراسيم بقوانين. راح أركز على الدور الرابع يمكن لأنه لم تطرح عبر وسائل الإعلام، من أهمها كان مرسوم بقانون متعلق بتعديل الأحكام، مرسوم بقانون بشأن الأوسمة، واللي كان فيه إضافة وسام جديد خاص باسم غالي علينا باسم سمو ولي العهد للطواقم الطبية من الصفوف الأمامية، ولمن كان لهم إسهامات جليلة في الظروف اللي مرت فيها المملكة خلال جائحة كورونا، واللي كان له أكيد الأثر الكبير على العاملين في هذا القطاع بالتحديد. أيضا كان هناك مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 اللي هو قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، واللي حقيقة انتقلت البحرين فيه انتقالة نوعية فيما يتعلق بأن يكون هناك قانون مستقل عن قانون المرافعات يعيد تنظيم آلية تنفيذ الأحكام بالنسبة في المواد المدنية والتجارية، واللي حقيقة أيضا عدى الكثير من الأمور المتعلقة بمنع السفر لمن كان عليه مثلا ديون أو غيره، وبدأ أيضا يحدد جزء من مدخوله حتى يستطيع أن يعيش فيه. ففي جوانب إنسانية كثيرة، يعتبر قانون متطور رائد على مستوى المنطقة. هذه كان يمكن من أهم القوانين. أيضا من ضمنها كانت هناك أيضا قانون متعلق بالسلطة القضائية، نعم. أيضا هناك قانون آخر أيضا متعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لتهيئة البيئة الاستثمارية في البحرين بشكل عام من الناحية التشريعية، هو أمر مهم تسعى له البحرين وسعى له أكثر من نعم. مجلس أيضا لتعديل هذه البنية لجذب الاستثمارات من خارج البحرين. طبعا كل الشكر على هذه الجهود سعادة النائب محمد عيسى عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.